السينما بالنسبة إلي هي المكان اللي بقدر أعبر فيه عن عالمي أنا الخاص، أعبر فيه عن نظرة مناف لهذا الشيء اللي عم يقدمه. أنا مناف الشمسي من سوريا، عايش بلبنان، عمري 23 سنة وبشتغل بالميكانيك تصليح السيارات. أول مرة اشتغلت بهاي المهنة كان عمري 9 سنين، كنت أطلع مع أبي بوقتها أتسلى، وقت اللي جينا على لبنان لهون اضطريت إنه تكون هاي المهنة هي مهنتي الأساسية، صار يعني الاعتماد أكثر شيء إنه علي وعلى أبي بالمصروف وهالقصص، فكنت أنا ملزم إني أنا أشتغل فيها لهي المهنة، تقريباً صار لي شيء 8 سنين بشتغل فيها. الصعوبات الأساسية اللي بواجهها بهاي المهنة هي إنه بحس حالي مثل كأنه شخص انفرض عليه مهنة إنه يكون عم يشتغل فيها، ولكن إنه أنا ما هون بحس حالي إنه لازم أكون. كنت بطمح بشيء ولقيت حالي بمكان. التغيير الجذري اللي صار على صعيد حياتي أنا إنه وقت اللي شفت إعلان لمدرسة سينما بحس إنه هي أحسن أو أفضل خطوة عملتها. هون لقيت حالي أنا وهون المكان اللي أنا بنتمي إله. بحس لما أكون عم صور أنا إنه عم حول مشاعري لفكرة أو للحظة ممكن أرجع شوفها وعيشها كيف كانت، كيف شو كان بوقتها. الإنجاز الأكبر اللي بحس حالي إنه أنا حققته هو إني لخصت 3 سنين من التعب بـ8 دقائق. الثمان دقائق هي فيلم وثائقي رح ينعرض بأيام بيروت السينمائية بعنوان الياس. هي أكبر إنجاز بحس إني أنا حققته. اليوم بسينما هي سينما سيتي بيروت في مهرجان أيام بيروت السينمائية. في لك فيلمين قبل من بين 360 فيلم كانوا مقدمين على المهرجان. شعور كتير رائع إنه أنت لأول مرة بتعمل فيلم، لأول مرة بتقدم على مهرجان، لأول مرة بتقدم على مسابقة بتنقبل فيهم هدول الثلاثة، وبتحس حالك عملت انتصار. صراحة ما حسيت بالسعادة، لأن كنت عارف إنه هذا ما إنه أفضل وقت ولا المكان المناسب ليخلق فيه الياس. يعني الفيلم عم يحكي عن قضية شخصية بتتعلق فيني، يعني هالشي كان كتير حساس. فقبل كانت كل دافع اللي عندي كان نابع من قلت لك بعد ما عمل هذا الفارق أخي الياس، والفارق اللي عملوه اخواتي كمان اللي هن مسافرين، اللي نحن يمكن انا يمكن انا عملت الفيلم عن اخي الياس اللي بيوصلني انا، اللي بيحكي عني انا داخليا، اللي هو بتمنى انه اكون انا مجتمع مع اخواتي اللي هن بعرف شو بدي اقول لك، اطعم روحي اخواتي هن اطعم روحي. ف بحس حالي عبرت بالفيلم عن هذا الشيء، انه حلمي يكون معه، حلمي إنه أكون عم بحضر هذا الفيلم بسينما وأهلي موجودين كلهم حدي. إلنا سنين ناطرين اتصال من السفارة كرمال كلنا نهاجر ونجتمع ببلد واحد نكون فيه مواطنين مش لاجئين، بس للأسف ما كان في حدا بالبيت ليرد على هالاتصال.